بالنسبة للمدن الجامعية، أولا تم تعديل بيع المظروف، المظروف كان يباع بعشرين جنيها الآن يباع بستين جنيها. قد يظن البعض أن هذا يعد مغالاة في سعر المظروف، لكن حينما ننظر أن المظروف يباع في الجامعات الأخرى بمائة وخمسين جنيها ندرك أن ستين جنيها لا تعد رفعا للأسعار مقارنة بالأسعار في الجامعات الأخرى. المصاريف الشهرية التي يدفعها الطالب في المدن الجامعية في جامعة الأزهر يدفع سبعين جنيها، مقارنة بزملائه في الجامعات الأخرى يقوم بتسديد ثلاثمائة وخمسين جنيها. بالنسبة لشراء المظروف، من حق الطالب أن يشتري المظروف من أي مدينة من المدن الجامعية بجامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، لكن التقديم لا يكون إلا للمدينة التي سيسكن فيها. شراء المظاريف بدأ من يوم 21/7، سنبدأ في تسلم المظاريف من يوم 5/8 حتى يوم 20/8، بعدها نبدأ في التنسيق ومخاطبة الجهات المعنية ونبدأ إعلان النتيجة.